خطوة اليوم هي هامة وبداية لتدخل حقيقي لرفع قدرات الموانئ، كما تفضل سعادة السفير بالعرض المرفق. ميناء مثل المخا كان قدراته صفر بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، تحولت المخا إلى ثكنة عسكرية، ألغام، توقفت حركة التجارة، الصيد، السكان، كان وضع إنساني صعب في تهامة، وهي من أكثر المناطق فقراً في اليمن، وهي أيضاً المنفذ الرئيسي لمحافظة كثيفة السكان، أو المنفذ البحري لمحافظة مثل محافظة تعز ومحافظات الوسط مثل إب وغيرها من المحافظات. تركيز مهم الآن على موضوع الموانئ. هذا يوضح أن خطة عمليات الاستجابة الشاملة أو الإنسانية الشاملة تسير بشكل سريع ومتسارع. نوقشت هذه الاحتياجات مع الجانب الأشقاء في مركز إسناد العمليات الشاملة مع مختصين من الموانئ اليمنية. تم نقاش الاحتياجات في الموانئ المكلا، عدن، المخا، ونقاش أشمل يضم موضوع الممرات الآمنة، تأهيل البنى التحتية للطرق، وقد وقعنا على مذكرات لبرنامج تنفيذي لأحد هذه المحاور الموضحة في الخرائط، وهو محور عدن إلى وسط اليمن. الموضوع يتعلق برفع قدرات الموانئ حتى يستفيد عامة السكان، الحركة التجارية، تخفيض كلف النقل. لثلاث سنوات هناك تدهور كبير في البنى التحتية بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات، وتأثر السكان بشكل كبير، حركة التجارة، البضائع، ارتفاع الكلف. فجزء من هذه الخطة الإنسانية الشاملة والتي تضم ضمنها موضوع الإغاثة هو إعادة تأهيل البنى التحتية والموانئ بشكل كامل. فموضوع الكرينات والرافعات التي تم توقيع مذكرة تفاهم عليها اليوم هي جزء واستجابة سريعة، وهذا جزء من الدعم السخي اللي تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. الاستجابة السريعة بدأت أيضا بالممر. أول ما أعلنت الخطة في 22 يناير الماضي كان الجسر الجوي قد فتح إلى مارب، والآن تباعا سيجري دعم عدد من الموانئ اليمنية والتوسع في الخطة الإنسانية الشاملة، و هناك نقاش مستمر ودعم كامل من المؤسسات اليمنية على الأرض بالتعاون مع مركز إسناد العمليات الشاملة حتى نقلل من إجراءات هذه العمليات وترى أثر ملموس على الأرض في أقصر مدة ممكنة. اليوم وقع في مقر الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية بين صندوق السعودي للتنمية والحكومة اليمنية ممثلة في معالي الوزير دكتور معين وبحضور أعضاء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. هذه 4 كرانات هي جزء من مبادرات خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. كما ترون سيكون هناك تركيز على 3 موانئ رئيسية، ميناء المخا وميناء عدن وميناء المكلا. ميناء المخا الآن صفر واردات. خطة العمليات الإنسانية الشاملة تستهدف 36,000 طن شهريا. سيركب فيها 2 كرانات خلال الأسابيع القادمة. ميناء عدن يعمل وطاقته تقريبا الشهرية 437,000 طن. خطة العمليات الإنسانية الشاملة تستهدف رفع هذه القدرة إلى 713,000 طن من خلال كثير من الخطوات وليس فقط الكرينات. هناك أيضا ميناء المكلا الآن يستقبل 41,000. خطة العمليات الإنسانية الشاملة تستهدف 35,000 طن. هذه الكرينات هي ليست مجرد أدوات توضع في الميناء، هي عبارة عن أدوات تساعد في زيادة عدد الواردات اليمن، وبالتالي تنعكس على الحياة الاقتصادية وعلى مساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وأيضا تنعكس على توفير فرص اليد العاملة للإنسان اليمني بشكل كامل. كما أشرنا في السابق، على هذه الخريطة تقريبا إجمالي أو الصورة العامة لخطة العمليات الإنسانية الشاملة. هناك موانئ تحت سيطرة الحوثيين باللون الأحمر، هي مينائيين للاستقبال وميناء للتصدير، ميناء التصدير مغلق، وهناك ميناء الصليف والحديدة يستقبل الواردات على طاقة الاستيعابية. وكما تعلمون بأنه في بداية خطة العمليات الإنسانية الشاملة سمح بتركيب 4 كرانات تابعة لمنظمة الغذاء العالمية في هذه الكرانات، وبدأت في إيصالها للميناء. أيضا ترون أنه منفذ الخضراء فتح وبدأت فعلا قوافل الإغاثة، وأيضا الجسر الجوي فعل، وصلت
رحلات كثيرة لطائرات C-130 من الأراضي السعودية إلى ميناء مارب، وأنزلت كميات كبيرة سيتحدث عنها العقيد التركي لاحقا. أيضا هناك مساعدة تصل عن طريق منفذ الوديعة البري، وصل أكثر من 4 شاحنات تابعة للصليب الأحمر خلال الأيام الماضية متجهة إلى صنعاء وتم تسهيل دخولها. ميناء مأرب أو مطار مأرب ميزته أنه في السنتر وسط الجمهورية اليمنية، وبالتالي يمكن أن يصل إلى أي منطقة في اليمن بسهولة إذا أرادت المنظمات الإنسانية، وهذه هي من الخيارات المتاحة اللي تستخدمها أي منظمة إنسانية سواء كانت في المتحدة أو سواها لمساعدة الشعب اليمني في أي محافظة وفي أي مدينة. كما ترون ممرات الآمنة في اليمن سبق أن تحدثنا عنها، 17 ممر تنطلق من 6 مقرات أو من 6 مراكز، من الخضراء، من مأرب، ومن الطوال، وأيضا من الحديدة، ومن المخا، ومن عدن. تستطيع أي منظمة إنسانية أن تعبر قوافلها من خلال هذه الممرات التي تسهل لها التحالف الدخول في أوقات محددة. كما تعلمون جميعا بأنه في 2 مليار للبنك المركزي، هذا جزء من خطة العمل الإنسانية الشاملة، لتصبح 3 مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني لمساعدة استقرار الاقتصاد وتحسين سعر الصرف. أيضا 1.5 مليار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن. السعودية والإمارات 1 مليار، وهناك 0.5 مليار الجاري على جمعها من الأشقاء في التحالف. والآن استكمل معكم عناصر المؤتمر الصحفي فيما يخص العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وما تم تقديمه من دول التحالف خلال الأسبوعين الماضية، وكذلك العمليات العسكرية. تستمر بإذن الله تعالى جميع المنافذ في تقديم كافة التسهيلات ودخول المواد والبضائع والمواد الطبية إلى الداخل اليمني من خلال المنافذ البرية. لا يزال حتى الآن نعمل مع المنظمات الأمم المتحدة في تأكيد دخول المساعدات الإنسانية من خلال منفذ الطوال البري لإيصال المساعدات إلى أبناء محافظة حجة بإذن الله تعالى. فيما يخص نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، تشاهدون أمامكم الكميات والتي تضمنتها خطة العمليات الإنسانية الشاملة. كما تشاهدون شملت على مواد غذائية وإيواء، وكذلك مواد صحية تشمل الأدوات والمستلزمات الطبية من خلال المنافذ والتي تم الإعلان عنها سابقا في الخطة، من منفذ الخضرة والوديعة وكذلك الجسر الجوي إلى مأرب، ومن خلال العمليات المساعدات الإنسانية من خلال قوات التحالف البحري. تشاهدون الكميات أمامكم، وتشاهدون المجموع من خلال منفذ الخضرة، الوديعة، وكذلك الجسر الجوي وعمليات القوات البحرية. فيما يخص السلال الغذائية، هي طبعا تقريبا تزن 74 كيلو جرام وتكفي من 5 إلى 6 أشخاص لمدة شهر تقريبا. المجموع 55,723. الأشخاص المستفيدين منها في الداخل اليمني أكثر من 428,000 مستفيد. فيما يخص النفط وخصوصا الديزل، كان هناك تقريبا إدخال 180,000 لتر للاستفادة منها في المنشآت الصحية في بعض المحافظات اليمنية، خصوصا صنعاء، المحويت، وحجة وغيرها من المحافظات في الداخل اليمني. عدد الشاحنات كما تشاهدون، وسوف تستمر بإذن الله تعالى الدول التحالف في تقديم المساعدات من خلال المنافذ البرية والجسر الجوي بإذن الله تعالى. تشاهدون أمامكم بعض الصور لعمليات القوات البحرية للتحالف في مساندة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وخصوصا لبعض الجزر، وأخص بالذكر جزيرة بكلان وفشت وتوزيع المساعدات في داخل هذه الجزر. هذه قافلة إغاثية تحمل أدوية ضمن الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي، تقريبا تحوي 44,000 طن متري من الأدوية، وانطلقت من منفذ الخضراء إلى داخل اليمني إلى محافظة صنعاء. فيما يخص المعابر والممرات الآمنة، تؤكد قوات التحالف المشتركة تسهيل كافة التحركات على الأرض، وما زلنا بانتظار بعض التصريحات والتأكيدات من الجماعة الحوثية في تحرك المواد الإغاثية والطبية إلى الداخل اليمني. التصاريح الصادرة من بداية العمليات العسكرية وحتى الآن 18,282. التصاريح البحرية الصادرة لميناء الحديدة في الأسبوع المنصرم كما تشاهدون تحمل الدقيق والسكر.
فيما يخص التصاريح للمطارات اليمنية بلغت 34 تصريح وعدد الركاب 3445. فيما يخص تصاريح الموانئ اليمنية 19 تصريح كما هو موضح أمامكم. السفن التجارية المتواجدة حاليا في الموانئ اليمنية 16 سفينة. فيما يخص مناطق الانتظار يوجد عدد 24 سفينة. التصاريح البرية من منفذ الوديعة عدد تصريحين. فيما يخص الأحداث في عدن ولله الحمد تم إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدن. كان هناك استجابة من كافة الأطراف سواء الحكومية أو المكون السياسي أو الاجتماعي للبيان الصادر من دول التحالف في 13 جماد الأول. كان هناك اجتماع وكان هناك في وفد عسكري أمني مشترك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكان هناك بيان صدر عن الوفد العسكري والأمني بالتزام كافة الأطراف بإعادة الهدوء إلى العاصمة المؤقتة عدن وتجنب أشكال الفوضى وكذلك وقف إطلاق النار. أكدت دول التحالف في البيان الصادر من عدن على الأهداف والرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الاستمرار بإذن الله تعالى في تحرير كافة الأراضي اليمنية. فيما يخص الموقف العملياتي لإعادة الأمل بالداخل اليمني، هناك كثير من التحركات في الأسبوع المنصرف. فيما يخص تحرك الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف، كان هناك في انتصارات في جبهة المهاشمة والحصينات والبان، وتمكنت قوات الجيش اليمني من الاستيلاء على بعض المناطق. في البقع تم سيطرة لواء الوحدة على مقدمة جبل أضياق. في محور علب اللواء 63 مشاة ولله الحمد سيطر على جبل قعم. في جبهة البيضاء تقدمت القوات الشرعية غربا وبمساندة قوات التحالف واستطاعت السيطرة في منطقة أعشار على جبل السادة، رأس النشيف، اكتاف، أعشار وكذلك حمراء صرام. في تعز هناك تقدم ولله الحمد لقوات الجيش الوطني اليمني وخصوصا شرقا وتحرير الكثير من الأراضي، شملت جبل الكريفات وكان هناك معارك استمرت تقريبا لأكثر من 10 ساعات، وتم السيطرة ولله الحمد على جبل الكريفات وتكبيد الجماعة الحوثية المسلحة الكثير من الخسائر. في كرش دارت معارك عنيفة مع قوات العدو استخدمت فيها كافة الأسلحة، وتمكن الجيش الوطني اليمني بمساندة قوات التحالف من السيطرة على 4 مواقع في منطقة صخابرة. في العند قامت القوات الشرعية بتنفيذ عمليات هجوم على مواقع العدو المتواجدة في شيفان وكسرة وتم السيطرة عليها ولله الحمد. في جبهة صالة قامت قوات الشرعية بتنفيذ عمليات هجوم عنيف على مواقع قوات العدو المتواجدة في قلعة لزوم، ونتج عنها ولله الحمد تحرير القلعة والسيطرة عليها. في استمرار العمليات إطلاق الصواريخ البالستية ومخالفة القانون الدولي والإنساني والقرار 2216 وكذلك الأعراف الدولية في استهداف المدنيين والمواقع المدنية، كان هناك في إعلام الجماعة الحوثية المسلحة للدعاء بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه المملكة في يوم الثلاثاء 13/5، ولله الحمد الصاروخ لم يصل إلى العاصمة الرياض، وحتى وإن كان هناك أي إطلاق فقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وحدات الدفاع الجوي سوف تعترضها. منذ بداية العمليات العسكرية وحتى الآن لم يستطع الحوثي تحقيق أي من الأهداف التي يقوم من خلالها بإطلاق الصواريخ البالستية. كان هناك اليوم إطلاق صاروخ بالستي على المدنيين في مدينة خميس مشيط في الساعة تقريبا الساعة 7:23 صباحا، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد. تستمر الجماعة الحوثية المسلحة في إطلاق الصواريخ البالستية. هناك دعم للجماعة الحوثية باستخدام قدرات بالستية واستهداف أعيان مدنية وكذلك المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية. هذا تعد صارخ للأعراف والقوانين الدولية فيما يخص استخدام الأسلحة كالصواريخ البالستية. تم ضبط خلية إرهابية حوثية
من في مأرب والعثور على متفجرات وعبوات ناسفة، وذلك يوم الخميس الموافق 15 جمادى الأول، وتمكنت قوات الأمن بمحافظة مأرب من إلقاء القبض عليهم. هذه بعض الألغام التي تم السيطرة عليها من عمليات تحرير تعز. كما تشاهدون تستخدم الجماعة الحوثية بعض التقنيات والتي تم تزويدهم بها من خلال ألغام صناعية تحدث الكثير بالأضرار بالأطفال والمدنيين. تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، قامت قوات التحالف باستهداف قارب مفخخ نوع شارك 33 يتم التحكم به عن بعد من خلال المتابعة الدقيقة لمنظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. تم تحديد قارب مفخخ غير مأهول بين أشجار المانغروف شمال ميناء الصليب بالحديدة في عمليات مستمرة من قبل قوات التحالف البحرية. يمثل القارب تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتم استهدافه لله الحمد يوم الأربعاء 14/5/1439 هجري. ورح نعرض لكم عملية الاستهداف للقارب. كما تشاهدون هذه هنا أشجار المانغروف، تم وضع القارب من نوع شارك 33 داخل المنطقة الإخفاء. عملية التصويب من إحدى طائرات التحالف وعملية التدمير. كما تشاهدون كان هناك انفجار ثانوي، ما يدل أنه كان جاهز لاستخدامه في عمليات انتحارية وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية. في الوقت الذي تهدد فيه الجماعة الحوثية المسلحة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وخصوصا بالزوارق المفخخة من نوع شارك 33، كان هناك إعلام من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران في الحصول على قدرات تخص الدفاع الساحلي تحت مسمى مندب واحد. كما تشاهدون على اليسار هذا ما تم الإعلان عنه، على يمين الصورة هذه الأسلحة التي يستخدمها النظام الإيراني، وهي من نوع صاروخ قادر يستخدم في الدفاع الساحلي، يوصل مدى من 250 كيلو إلى 300 كيلو، يمكن استخدامه من خلال الإطلاق على السفن أو من خلال قواعد ثابتة. إذا تلاحظون جميع الجزيئات أو المكونات كومبوننت الموجودة على الصاروخ هي تقريبا مشابهة ومماثلة للصاروخ من نوع قادر الإيراني. لا شك أن قوات التحالف المشتركة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهناك تفهم من المجتمع الدولي فيما يقوم فيه التحالف من تدمير القدرات التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية. أصبح ميناء الحديدة وبعض الموانئ كما ذكرنا سابقا في القارب الذي كان مخبأ في أشجار المانغروف يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية. نستعرض سريعا بعض الأهداف العملياتية ومحاولات التسلل بالداخل اليمني والحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. تشاهدون عربة تقوم بالإطلاق باتجاه القوات البرية المشتركة والتي تتخذ موقع دفاعي على الحدود السعودية. عملية المتابعة، عملية الاستهداف والتدمير ولله الحمد. استهداف عنصر الميليشيا الحوثية عبارة عن قناص، كما تلاحظون تواجد الفرد ومحاولة التسلل واستهداف القوات البرية المشتركة. عملية التصويب والاستهداف. عنصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يقوم بنقل الأسلحة على الحدود باستخدام دراجة نارية. كما تلاحظون استهدافه من قبل منظومة الأباتشي. عملية التصويب والتدمير ولله الحمد. عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول التمركز والتمويه بالقرب من الحدود السعودية. كما تلاحظون سابقا القيام بعملية التمويه في استخدام الغطاء الصخري الحدود السعودية بالقرب من الحدود السعودية، تواجدهم في أحد الكهوف. هذا أحد العناصر. متابعة منظومات الاستخبارات. عملية الاستهداف. عناصر من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول اختراق الحدود السعودية.
كما تلاحظون متابعة محاولة الاختراق سيرا على الأقدام عملية المتابعة عملية الاستهداف والتدمير. فيما يخص عدد الصواريخ البالستية باتجاه المملكة العربية السعودية حتى اليوم ومن آخر إطلاق والذي تم في الساعة 7 صباحا عدد 95 صاروخ بالستي، عدد المقاذيف الساقطة 66,140 مقذوف. المواقع والأسلحة والمعدات التي تم استهدافها في الأسبوع الحالي 284 موقع للجماعة الحوثية المدعومة من إيران.